بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أهلا بكم يا أبناء الطلاب في دروس اللغة العربية بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة للبنين. تتميز اللغة العربية بأصالة ماضيها، فهي من أقدم اللغات في العالم، فهي لغة الرسول صلى الله عليه وسلم، كما أنها اللغة التي نزل بها كلام الله تعالى في القرآن الكريم، وما زالت من اللغات المستخدمة بين العرب حتى يومنا هذا. وكان العصر الذهبي لهذه اللغة مع انتشار الإسلام وإقبال العجم لتعلم العربية حتى يتسنى لهم قراءة القرآن الكريم. جمال اللغة العربية جاء من الإبداع في حروفها ومن جمال نطقها، فعندما تكتب بالخط العربي فلا بد من لمسة فنية تزين الأحرف والحركات والتشكيل، وتزين بها المساجد كما ترسم في الكتب والصحف وعلى بعض أنواع المجوهرات. يظهر جمال اللغة العربية في الشعر والنثر والخطابة والقصة والرواية وفي النحو والصرف، حيث يعتبر الشعر فناً أدبياً أقبل عليه الكثير من الشعراء الذي برعوا في كافة ألوان الشعر. وتلتزم اللغة العربية بالمحسنات البديعية، فهي لغة مرنة تعايشت مع كل الأزمان ومختلف الأجناس. اللغة العربية في هذا العصر الحديث أقبل عليها الكثير من العجم حتى يتعلموا ثقافة الأمم المختلفة وثقافة العرب، فكونوا فخرا لهذه اللغة يا أبنائي الطلاب. بارك الله فيكم وحفظكم جميعا. أهلا بكم في درس جديد تحت عنوان اللام الشمسية واللام القمرية. للتعرف على هذا الدرس لابد أن تتحقق عدة أهداف. يتوقع في نهاية الشرح أن الهدف الأول أن يكتب الطالب اللام الشمسية واللام القمرية في الكلمات كتابة صحيحة. الهدف الثاني أن يفرق الطالب بين اللام الشمسية واللام القمرية في الكلمات المختلفة. من خلال هذه الأهداف سنقوم بشرح هذا الدرس حتى نتمكن من فهمه فهما صحيحا بمشيئة الله تعالى. التهيئة: كيف نتعرف على اللام الشمسية واللام القمرية؟ سؤال مهم لا بد وأن نجيب عليه في هذا الدرس حتى نتعرف على اللام الشمسية واللام القمرية. السؤال الثاني: كيف نفرق بين اللام الشمسية واللام القمرية؟ نبدأ من خلال هاتين الصورتين. الصورة الأولى هي صورة الشمس، والصورة الثانية هي صورة القمر. دعونا نتفكر قليلا ونركز في الفرق بين هاتين الكلمتين. نلاحظ في الكلمة الأولى كلمة الشمس، لم ننطق اللام، إذن
فإن اللام الشمسية لام تكتب ولا تنطق. أما في كلمة القمر، نشاهد أن كلمة القمر فيها اللام تنطق وتكتب، نقول القمر. إذن فإن اللام القمرية تكتب وتنطق. نستنتج من هاتين الصورتين أن اللام الشمسية عندما تدخل على الكلمة تكتب ولا تنطق، أما اللام القمرية تكتب وتنطق. في بعض الوقت من خلال التفكير والتركيز نفكر معا يا أحبابي ونتذكر بعض الكلمات التي تحوي لاما شمسية ولاما قمرية. أمثلة من اللام الشمسية كما تعلمنا الشمس، كلمة الصدق. كلمة الشمس وكلمة الصدق عندما تنطقها تجد أن كلمة الشمس وكلمة الصدق فيها لام شمسية تكتب ولا تنطق، أما عندما نتذكر بعض الكلمات التي بها لام قمرية نجد أن الكلمات التالية مثل كلمة القمر وكلمة الحق وكلمة الإسلام وكلمة الكذب كلها كلمات بها لام تكتب وتنطق. لذلك نقول على هذه الكلمات كلمات بها لام قمرية. وهكذا اجلس مع نفسك بعد هذا الشرح وتذكر بعض الكلمات التي تعبر فيها عن اللام الشمسية واللام القمرية وتضع الفرق بينهما، وعند الكتابة يتضح هذا الفرق وضوحا جليا. والآن أحبابي الطلاب، مع تدريب بسيط وسهل في هذا السؤال يقول: أضف للتعريف على الكلمات التالية ثم اكتبها في الجدول التالي. أسئلة سهلة وبسيطة، انتبه معي. أول كلمة كلمة خيل، الكلمة الثانية زهرة، الكلمة الثالثة برتقال، الكلمة الرابعة صباح. نبدأ بكلمة خيل. الكلمة بعد إضافة ال هي الخيل. انتبه معي، هنا في كلمة الخيل اللام نطقت وكتبت، إذن هي لام قمرية. أحسنت. زهرة، الكلمة بعد دخول آل التعريف عليها أصبحت الزهرة. الزهرة. عندما ننتبه إلى هذه الكلمة نجد أن اللام كتبت ولم تنطق، إذن فهي لام، أحسنت، لام شمسية. كلمة برتقال عندما دخلت عليها للتعريف أصبحت البرتقال. البرتقال، هنا اللام كتبت ونطقت، إذن فهي لام
أحسنت، لام قمرية، أحسنت. كلمة صباح، الصباح. لاحظ معي، عندما دخلت اللام على كلمة الصباح في آل التعريف أصبحت الصباح، ولكن اللام هنا كتبت ولم تنطق، إذن فهي لام، أحسنت، لام شمسية. وعندما نلاحظ هنا في الكلمات الموجودة نجد أن الكلمات في نهايتها تنوين الضم، ولكن في الكلمات عندما دخلت عليها آل التعريف أصبحت ضمة فقط، وذلك لدخول آل التعريف عليها. أحسنتم يا أبنائي الطلاب. التدريب الثاني، أكمل الفراغات التالية بكلمات تشمل آل التعريف في الجمل التالية. السؤال الأول، صفة مذمومة في الإنسان. إجابة صحيحة، الكذب صفة مذمومة في الإنسان. أحسنت. الإسلام طريق الجنة. هذه الجملة جملة صحيحة، وكلمة الإسلام فيها آل التعريف وبها لام قمرية. السؤال الثالث، تقرب العبد من ربه. فكر يا بطل. أحسنت، الصلاة تقرب العبد من ربه. أحسنت. السؤال الرابع، هو الركن الأخير من أركان الإسلام. أحسنت، الحج هو الركن الأخير من أركان الإسلام. أحسنت، الحج كلمة صحيحة فيها آل التعريف وبها لام قمرية. أحسنت. أحسنتم يا طلابي، بارك الله فيكم، جزاكم الله خيرا يا أبنائي. تم بحمد الله الشرح، مع تحيات قسم اللغة العربية بمدرسة الأندلس الابتدائية الخاصة. انتظرونا في درس جديد وشرح ممتع ومفيد.